اليوم تعلمكم كيف بنعمل عجة هيفا. بيلزمني لعجة هيفا بتلاقي متوسطة الحجم مثل هيدي، مضادة للصق. بنحط لها شوية زيت زيتون، شوية زيت زيتون، وبندهنها بالفرشاية بهالشكل هيدا. بنحاول نغطي كل المنطقة، ما بننسى الأطراف، ندهن الطرف لأنه العجة تعلى شوي حتى ما تلزق. بينما الزيت عم يسخن بوعاء، في عندي هون سبانخ مفروم، شوية سبانخ مفروم، بضفلن بيضتين كبار، بيضتين كبار وبصل مفروم ناعم، شوية بصل مفروم ناعم، ورشة ملح، رشة ملح، ورشة فلفل أسود أو بهار أسود. بخلطهم بواسطة خفاق صغير مثل هيدا أو بواسطة شوكة بيمشي الحال. بخلطه منيح عبين ما يكون الزيت حامي مزبوط. إجمالا بيكفي، وبحطهم كلهم بالمقلية. هيدي العجة كتير بتحبها هيفا وبتحب تاكلها تقريبا، يعني اذا ما اكلتها بالاسبوع مرتين ما بتحس حالها متوازنة. فحبيت اعطيكم سرها، نتركها على النار لتستوي. انا هون حضرت سلطة، سلطة سبانغ وخس وجزر، هيدي كمان بتحبها هيفا وبتاكلها مع هالعجة، واكل كتير مغذية. ومثل ما شايفين العجة هيدي منا مغرقة بالزيت، فصحية وما فيها بيكنج باودر وطحين. عادة العجة في كتير بيعملوها بالبيكنج باودر والطحين او بيكنج صودا، فهيدي عجة خفيفة على المعدة وكتير طيبة. وبتخلص بسرعة، ما بتاخد وقت كتير. دقائق وبتخلص. وأنا بنصحكم تجربوها لأنه السبانغ معروف في خصائصه الغذائية، والبيض ما بالغنى عن التعريف. وأكلة سريعة خفيفة نظيفة، ريحة العج كتير كتير طيبة طالعة، كتير حلوة. البصل اللي ريحته كتير حلوة مع البيض اللي عم ينقلها وزيت الزيتون، أكلة فاخرة جدا. حاول خلي السوائل شوي تنزل، هيدي عجة فعلا ملوكية فاخرة.
والفلفل الأسود البهار الأسود يعني معروف في كتير، ما بيفكروا حالهم ما بيعرفوه، بس هو مشهور كتير ومعروف، وهو شوي حامي يعني بيحرحر، فبدنا نكون يعني متأنيين لما نرشه. إذا ما بنحب الحر كتير بنرشه على الخفيف، وإذا بنحب كتير الحر مثل هيفا بنكتر. هلا بتنشف فيه شوي شوي من لحالها، مثل ما سامعين الصوت حلو، البيت كيف عم ينقل على الخفيف، وانا كتير جوعان وجعبالي اكل عجة هيفا. نعتبرها بفارغ الصبر. عادة فيني اختصر الفيديو، بس حبيت فرجيكم المرحلة بحذافيرها من الألف للياء. حاول ننزل السوائل على الطرف بشكل تستوي بأسرع وقت. ألوان جميلة، أخضر مع الأصفر، وفاتح حال الشهية. بحاول أقلبها، واحد اثنين ثلاثة. للأسف ما قلبت مزبوط، بس حاولت أنقذها، هحاول أنقذ عجة هيفا الشهيرة. عادة بتزبط معي، بس حظي ما طلع منيح هالمرة. بس ما خسرت على العجة، ضلت كاملة متكاملة. هلا حتستوي بسرعة، حتستوي بسرعة، ما بقى إلا ثواني وبتخلص عجة هيفا الشهيرة. واللي كلفتني هالمرة حملة تنظيف ما بعد عجة هيفا. عجة هيفا خلصت، تقلبها مثل ما شايفين، منظر رائع. هيدي العجة باكلها مع سلطة الجزر والسبانخ والخس، سلطة فاخرة. هبحاول دوقها، اه منك يا هيفا، اه منك يا هيفا. بتمنى انه الفيديو يكون عجبكم، بتمنى انكم تعملوا لي سبسكرايب، وبتمنى انكم توزعوه لرفقاتكم لتفرجيهم فيديو عجة هيفا كيف تنعمل. شكرا وباي باي.